طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لا ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استقرار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم مجديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق محمد جواد ظريف. طبعا مسؤولون أكدوا بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والذي يزور بغداد حاليا، قدم مبادرات في اتجاه التقريب بين تحالفي العملية السياسية البناء والإصلاح من أجل إكمال تشكيل الحكومة. مسؤول سياسي مطلع على سير الحوارات قال لصحيفة العربي الجديد بأن مجرياتها هذه المحادثات والتي بلغت ذروتها توشك على الحسم بشأن التوصل لاتفاق حول حقيبة وزارة الداخلية. بين بأن سياسة كسر النصاب التي لجأ إليها تحالف الإصلاح شلت إمكانية إكمال التشكيل الحكومية، ما دفع باتجاه التفاوض معه بشأن ذلك. أكد المصدر بأن المفاوضات الجارية بين التحالفين وعادل عبد المهدي أفضت إلى تقديم مرشحين جدد لحقيبة الداخلية. أضاف بأن تحالف البناء سيقدم مرشحيه الأسبوع المقبل على أن لا يكون فالح الفياض من بينهم. أشار المسؤول السياسي إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دخل على خط الأزمة ودفع باتجاه التوافق بشأن استبدال مرشح حقيبة الداخلية. بيّن هذا المصدر بأن الأخير يقود حاليا مساعي جديدة للتقريب بين تحالفي البناء والإصلاح لأجل إصلاح العملية السياسية واستمرارها. أكد المصدر بأن وزير الخارجية الإيراني الذي يجري حاليا حوارات بين قادة التحالفين سيزور النجف وكربلاء ويلتقي المراجع الدينية فيها، فضلا عن قادة التحالفين الموجودين في تلك المحافظة. اعتبر بأن مشروع ظريف قد يطوي الكثير من العقبات كما قال، لكنه قد يأخذ وقتا للتوافق الكامل بين تحالفي البناء وتحالف الإصلاح. طبعا ظريف قد التقى في بغداد عددا من المسؤولين العراقيين، وسيواصل لقاءاته وحواراته على مدى الأيام الأربعة المخصصة لزيارته إلى العراق. تعد حقيبة الداخلية هي عقدة الخلاف حول إكمال التشكيلة الحكومية، إذ أن تحالف البناء كان يصر على ترشيح فالح الفياض لتوليها، وهو الاسم الذي يرفضه تحالف الإصلاح بشدة، ما تسبب بشلل الحوار بين الجانبين. ومن جهته قال النائب عن تحالف البناء عدي شعلان في تصريح صحفي بأن البناء خول عبد المهدي ترشيح أي شخصية لحقيبة الداخلية وإكمال تشكيلته الحكومية، وأكد بأن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية اختيار الشخصية التي ستدير الوزارة. إذن هذا أول ما تم تسريبه حول زيارة محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وهو المحاولة إلى
إقناع الأطراف، أطراف العملية السياسية في العراق لإيجاد بديل أو التوافق على شخصية معينة لتولي وزارة الداخلية، ومن ثم اكتمال التشكيلة الحكومية في العراق. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام. حياك الله. اللهم احفظ العراق واهله. امين. اللهم واحد كلمتهم، اللهم الف بين قلوبهم. امين امين. اشكرك استاذ عمر، واشكر كل قادر القناه الشريفه الاصيله المجاهده اللي تدافع عن العراق. حياك الله يا نبيك. ابو علي اريد اسالك ابو علي بالبدايه، يعني شلون تشوف زياره جواد ظريف بعد زياره وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو بايام قليله؟ يعني زياره جواد ظريف جت هم مفاجئة، شلون تشوفها أنت؟ أستاذ عمر، ماكو شيء مفاجئ. نعم. كل الأمور قاعد تدرس، وكل بلد يفكر بمصلحته. الإيرانيين لسان حالهم ولسان جماعتنا العراقيين بدر وغير بدر، يعني يقولون ترى العراق إلنا، العراق مالتنا. هنا جاي يصير مزاودة على العراقيين ما بين أمريكا وما بين إيران، والعراق أرض العراق، وحكومة العراق الأغلبية اللي تقريبا 95% الإيران علنا ما عندهم شيء، وهم المالكي وغيره. ولما يقول العامري يقول إحنا ما نريد تدخل أجنبي، ما يعتبرون إيران أجنبية. نعم، ما يعتبرونها، يعني هم يصرحون علنا هاي الحكومة تفكر بمصلحة إيران. واحد أضيف شيء، إنه ولاية الفقيه، أنت من تتبع لواية الفقيه يعني سياسيا اقتصاديا تأمر بكل شيء، حتى لا يقول لك الولي الفقيه أو واحد من دولة يقول اقتل تحلل. ليش؟ يعني يعتبر الولي الفقيه هو نائب صاحب الزمان، ونائب صاحب الزمان يعني نائب المعصوم، نائب المعصوم يعني ياخذ أمره من الله، يعني ما يفرق. ولهذا تشوف احنا ما نفكر في بلدنا. نعم. حتى يعني انا عندي معلومات وكثير من اصدقائي مثلا قالوا احنا دول اللي نلزمهم بالموصل نوديهم محاكم ويطلعون، اجتهم فتوى لا، اللي تلزمونه وتشكون به قتلوه، يعني ما يوصلوه بعد. نعم. للمستجدات. وحتى اللي شاركوا بحرق العلم الايراني او صوره الخميني او هذا قتلوا، واحنا نشوف بالبصره وكذا. المساله مساله هسه اكو جماعه هم يميلون لامريكا وهم ايران، ايران اقوى من العراق. ها حقيقه. نعم. هل ينتبه مصلحه الايران لازم يفكرون بها اكثر. بس ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام لازم احنا، انا شرد اقول قفاعد يزال علي، العتاب نعتب على العراقيين وبالخصوص اهل الجنوب والشيعه. يا اخوان يا اخوان، حب من تشاء، بس لا تفضل مصلحه البلد الاخر على مصلحتك. جاي يقول ظريف اذا انت وزير الخارجيه الامريكي هذا اللي اجيت بساعات ورحت، واذا قام مخفي وطلع، هم يقولون احنا انتصرنا، احنا شو راح نجي ونبقى اسبوع وخمس ايام واحنا ثلاث بلدنا. وهم تقول الصحافه الايرانيه تقول امريكا فشلت بسوريا، جبانا خوافة شردت من سوريا، احنا لا باقين بسوريا وباقين بالعراق، احنا طلعنا امريكا من العراق واحنا نبقى بالعراق. المصلحة مصلحة ايران، هل الحكومة تفكر مصلحة؟ وبعدين اقول لك يا عراقي، ترى ما طيح العبادة الا كلمتين ثلاثة، قال احنا ليش ننصدم ويا امريكا؟ هل تبال الربع يريدون؟ لا، يريدون يسوون حرب بالعراق ضد امريكا بامر ايران، حتى انت ابن الخايبه تروح بالرجلين. نعم. زين ابو علي، نعم نعم، برايك يعني التحركات الامريكيه اللي موجوده، الاعلان عن انسحابها حتى لو بعد اربعه اشهر من سوريا، القوات الامريكيه الى العراق، زياره وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو هم زياره مفاجئه كانت، هذه التحركات يعني برايك مثير قلق الايرانيين ما دفع الحكومه الايرانيه ارسال وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف ومع مستشارين ومع رجال اعمال ومع شخصيات، والزياره تستمر خمس ايام، فتره ليست بقليله، راح يلف بها بغداد، كربلاء، النجف،
يلتقي بها مراجع، يلتقي بها مسؤولين. يعني ظهر إيران دع تجمع دعم متخوفة من مؤتمر بولندا اللي راح ينعقد الشهر الجاي، اللي أساسه أنه يعني التصعيد مع النظام الإيراني. شنو رأيك؟ والله أستاذ عمر لا شك ولا ريب، وأنا أتابع الصحافة الإيرانية. نعم. وكان مالتها الفارسي أو العربي، هم قلت لي يقولون خايفين، بس أنا ما يصير نعتمد على أمريكا. أمريكا مثل عرف شنية. نعم. أمريكا أدنى شيء تبيعنا تتفق ويا إيران. هنا صار مثل ما فضلت لحضرتك إنه مزاودة، منو اللي يأخذ أكثر حصة، منو اللي يبقى أكثر ثبات. نعم. هاي هم يعني قلت اللي يقولوا هم خايفين، وسووا مناورة وقالوا أمريكا خلت تعرض من 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 تجربتها، وأمريكا ضعيفة، وأمريكا ما تقدر، وشوف الفصائل اللي هم هددت. يعني هي أمريكا جابتهم وهي هددت، أكو توافق مو بعيد، أمريكا وإيران يتفقون وإحنا نروح عندهم برجلين، أو ما يتفقون يصير حرب بالعراق لخروج بلا شك والأراضي الميليشيات من العراق. وبعدين احنا لا ننسى انه وزير الخارجيه مالتنا الحكيم انه هو اصفهاني طبطبه ايراني، وهذا اذا ايراني. واحنا انا شفت شلون اللقاء العامري شلون يستقبل بحفاوه وكانه جاي لبيته، لانه مو كل شيء يطلع بالصحافه الايرانيه غير شيء، لحكم غير شيء. نعم. يعني وكانه هو صاحب بيته وصرعه وعطوا ضمانات الايران. احنا اذا ما تجي امريكا الى جانب ايران او ميولها لايران احنا نخرب. يعني امريكا وايران تفكر تفشل امريكا بالعراق، تفشلها دماءنا ترى. نعم. وانا اشكرك طلت عليك حبيبي. لا بالعكس، أنا أشكرك أبو علي من كربلاء كان معنا. طبعا تصريحات وزير الخارجية الإيراني في العراق محمد جواد ظريف قال بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور العراق في آذار المقبل، وأضاف ظريف بأنه جرى الاتفاق خلال المحادثات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في العاصمة بغداد على حل المشاكل الاقتصادية العالقة بين البلدين. طبعا الخارجية الإيرانية هاجمت بولندا بسبب استضافتها في شهر شباط المقبل مؤتمرا دوليا حول الشرق الأوسط يركز على بحث الخطر الإيراني في المنطقة. وصف المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قرار وارسو باستضافته المؤتمر بأنه إجراء خاطئ ومرفوض، وأضاف بأن هذا القرار يمثل خطوة غير قانونية لا يمكن تبريرها. قاسمي قال بأن على بولندا أن تتخلى عن مواكبة أمريكا في عقد هذا المؤتمر الذي يجسد سياسة أمريكا المعادية لإيران كما قال، ودعا قاسمي الحكومة البولندية لاتخاذ خطوات للتعويض عن ذلك، وإلا فإن طهران ستتخذ إجراءات في إطار الرد بالمثل. نعم، معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. طبعا تحياتي الى هذا المؤتمر اللي حصل في بولندا. هذا يذكرنا بالايام السابقه، التفاصيل السابقه اللي صارت على العراق بال90 وبال2003، صارت تحالفات دوليه. هذا التحالف الدولي ما يجي اعتباطا استاذ، هذا خطه مرسومه للتحكيم ضد ايران. ومن يفكر انه ايران لن تدمر، لا والله ستدمر وستقسم ايران. زين، لا حد يهدد والله شنو، والله عندنا احنا خمس دول تبع دول عندنا والله من اتباعنا من شيعتنا وراح يخلها. لا قالت بيع، اللي يبيع واللي ينقتل، اللي يبيعون ايران يبيعوها، واللي ينقتل غصبا ما عليه يكون دفن. هذول لا بايعين وخلصين امريكا. امريكا لا تحترم ولا تستحي ولا تخاف من احد. هذه الزيارات اللي تجي للعراق مايك بومبيو وزير الخارجيه الامريكي، هذا عنده ينطر شروطه وراح تنفذ ما تنفذ نعرف نسوي فيك. هل انت تهدد انت يا عادل الدوية وغيرك من العصابات؟ زين، ما يجي جواب ظريف ويجي ما ادري منو يزور العراق وبعدين يروح يزور المرجعيه. هذه المرجعيه اللي موجوده بالنجف يقولون هاي معارضه الى ولايه السفير، ولايه السفير ما حد يعارضها، كذابين دول يستخدمون التقيه. لو كان معارض كان انقتل من اول يوم، من امس انت قتلوا جابوا واحد الا. زين، هو بيقوم بتخزين الأموال، الخمر، كل أشكاله، أموال الصبور والأضرحة،
وهم بيقسمون الشركات بيقسموها الى ايران اللي عانت في ايران. هذا كله دليل على انه عندهم علاقات قويه ومدينه كل صحه ما عدا السلام مال انه معارض الثاني معارض لولايه الشفيحه عشان يسمع زين. هذا كلام غير صحيح. اما بالنسبه للايام القادمه راح تشوف هو انطى تعليمات قال لازم هذه العصابات الشيعيه اللي تستعمل السلاح خلوها تحلوها ما تحلوها احنا عندنا تصرف واحنا لازم علينا نعرف ان كل شيء له صبر. اذا ما نصبر احنا صبرنا 16 سنه حصار كامل هذا بعدين جوا الحصار قلنا بس الله يفتح علينا ويسهل الحصار لكن صار الاحتلال فايران هي مصيرها نفس الشيء. هذا اتفاقيات تم التوافق عليها من يدفع الاموال من يحضر الجيوش من يحضر القوى العسكرية الحقيقية لضرب إيران. طبعا انت تشوف حتى إسرائيل ما يعني إسرائيل ما تقصر بارك الله بهم انا احييهم على هذا الله عدو العدو صديقي من تدمر المستودعات الإيرانية الموجودة والسورية واللبنانية الحمد لله الحساسية يدمر هذا 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 شيء عظيم بيصير أستاذ. احنا ما نذكر احنا صح نعم المشروع الصهيوني خطر كبير نعم. إذا أنت تشوف أنه محمد جواد ظريف الحكومة الإيرانية متخوفة ولهذا يعني تسوي زيارة إلى العراق حتى تحاول تتفادى العقوبات الاقتصادية تحاول أنه تعقد صفقات اتفاقيات مع الأطراف في العراق؟ والله صار عمر قد ما حاولت ما تقدر كل اتفاقيات ما يجي مننا ومننا يحاولون يجيبون ولا ظهر اجتعتنا وأتباعنا وإحنا ربيناهم وإحنا جزيناهم امريكا ما تعرفهم وامريكا ما ادري شنو لا هذا انتهى خلص اكو اجتماع تسالني دائما وابدا اذكرك ولا شنو اللي غير السياسه الامريكيه؟ الرجل عهد انتخابيه صريح وواضح قال بصريح العباره قال تعطوني 50% من الاموال الظاهره والباطنه تحت الارض انا وياكم ما تعطوني ما مجبور اخدمكم ودافع عنكم حتى ما احارب نيابه عنكم لكن من تساعدوني اعطيكم جماعة قالوا له هلا بيك هلا وبيتك هلا وسووا له اتفاقية استراتيجية قوية. الآن أصبحت الحقيقة تشوف حتى الهجوم الإسرائيلي على الجهات الشيعية في سوريا أستاذ هذا مقابلها ثمن ثمن إسرائيل مقابل إيران وعيب عدو العدو صديقي أبد. المشروع الفارسي الصفوي المجوسي أشد وأخطر من المشروع الصهيوني. المشروع عشان اليهود شنو هو؟ اليهود الطماع في امه وابوه على موت انجل واحد. لا صبحت على ذول ولا مسحت على ذول. واحد شيعه. انا اشكرك ابو عمر من السليمانيه، انا اشكرك طبعا دائما للمتصل رايه اللي يطرحه وهو يتحمل رايه الخاص. ابو عباده من تركيا يقول ليش تستغربون من زياره ظريف وسليماني؟ هذول صلة رحم مو غرباء عن البلد يعني يختلفون عن الأمريكي مو واحد ذيولهم يقول إحنا مع الخميني. نسأل الله أن يحشركم مع الخميني في يعني قعر جهنم يقول هذا هو على لسانه. نعم زيارة وزير الخارجية في يقول في دولة الشر الفارسية لأتباع دولته في العراق لها غرض يريد به إكمال تشكيل الحكومة الفاسدة، إنما هو السيد يأتي لأتباعه بأوامر تتعلق بالعملية السياسية ومصالح تشكيل الحكومة حكومة العملاء. قد تكون هدف من أهداف مصالح إيران الصفوية لكن لن يتم له ما يريده بزيارته. يجب أن يكون الرد على زيارته بإسقاط حكومة العملاء التابعين لبلده الفارسي وقيام ثورة عارمة وتغيير حكمهم كما يقول المبني على الحقد والطائفية وتشويه سمعة العراقيين الشرفاء الغيار الأصلاء الرحماء لأرواح الشهداء أبطال المقاومة. مبروك من الإمارات. يعني نرجو الاختصار في الرسائل، نرجو الاختصار والكلام يكون مباشر وواضح يعني بدون ما يكون على شكل مقال، نريد رأيك مباشرة يكون دايركت. نعم يقول أبو علي والله ماكو شخص يشكك بوطنيتك للعراق لكن ليس كثيرين جداً من يقول من يعني ما اريد اكمل هذا الكلام صراحه. دائما ناكد انه الكلام اي كلام بمذهبيه وطائفيه لا نقبل به ولا نقرا. هذا رايك الخاص. نعم مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. لاهميه هذه الزياره وخاصه في هذا التوقيت، توقيت زياره وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف للعراق ومعه يعني مسؤولين ومستشارين، بعد ايام قليله من زياره وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو الى العراق، وكذلك تواجد وزير الخارجيه الفرنسي لودريان، وكذلك يوم امس زار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني زياره رسميه الى العراق، في زياره رسميه الى العراق. ناخذ هذا التقرير الذي يركز على زياره محمد جواد ظريف الى العراق والاهداف من وراء هذه الزياره. بعد مغادرة بومبيو لم يتأخر وزير الخارجية الإيراني في طرق أبواب الحكومة في بغداد، زيارة تختزل الرد الإيراني ولو رمزيا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي التي أجراها للعراق نازلا من طائرة عسكرية، وهي صورة تلخص بوضوح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة ضد إيران. لم يتأخر ظريف بإعلانه حل كل المشاكل الاقتصادية الثنائية بين طهران وبغداد التي تعتبر الرئة الاقتصادية لإيران في ظل العقوبات الأمريكية غير المسبوقة عليها. برنامج زيارة وزير الخارجية الإيراني يتضمن المشاركة في ندوة مشتركة بين تجار ومستثمري البلدين في بغداد، كما من المقرر أن يزور أربيل لحضور الندوة الاقتصادية الثنائية بين التجار الإيرانيين والعراقيين، كما سيحضر في كربلاء الندوة الاقتصادية الثالثة بين المستثمرين الإيرانيين والعراقيين من محافظات الفرات الأوسط والجنوب. جدول يبين حجم التخوف الإيراني من قمة بولندا الاقتصادية التي تنظمها الولايات المتحدة في شباط المقبل ضد إيران، والنتائج التي ستترتب عنها والمتعلقة بتحجيم الدور الإيراني. لكن هذا ليس كل ما تخشاه إيران، بل التحرك العسكري الأمريكي الذي باتت تتضح ملامحه أكثر فأكثر بعد توجه جنود عسكريين إلى قاعدة كي-1 في كركوك قبل أسبوع، والإعلان عن عودة الأمريكيين للانتشار في قاعدة المزرعة في محيط مدينة الفلوجة، إضافة إلى تهديد واشنطن لإيران بإخراجها من سوريا، وهو ما أكده بومبيو في زيارته المكوكية الحالية للمنطقة. إذن هو سباق محموم بين واشنطن وإيران في المنطقة وخصوصا في العراق، الذي يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى حديقة خلفية لطهران بعد تعيين رؤساء دولة ووزراء ونواب ولاؤهم وتبعيتهم لها، في وقت يزداد الضغط أكثر فأكثر على العراق جراء هذه التبعية التي تتجرع واشنطن بسببها المر بصعوبة. وهذا حصد ما زرعته في عام 2003 بإعطائها الضوء الأخضر لإيران في العراق، وما زالت تعطيه لأتباعها. نعم، استمع إلى هذا التقرير الذي يلخص زيارة محمد جواد ظريف، الزيارة المكوكية التي سوف يزور فيها أو زار فيها بالفعل بغداد ومن ثم أربيل وكربلاء والنجف، ويلتقي بشخصيات عديدة في العراق. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. أم عبد الله، شلون تشوفين هذه الزيارة؟ إيش تحمل هذه الزيارة؟ السلام عليكم أولاً. وعليكم السلام ورحمة الله. وتحية لحضراتكم وإلى كل عراق الشريف. أهلاً وسهلاً. أستاذ، هي إحنا نشوف إنه المنطقة ككل أو كعراق إنه أكو تنافس أجنبي، إذا كان إيراني وإذا كان أمريكي. هي كلها استغلال العراق وثروات العراق كلها في سبيل إنه من يحصل قبل الآخر. فالسفير الإيراني من شاف إنه الوجود الأمريكي راح يعم على المنطقة وخاصة العراق، هو هدف أمريكا هو الحد من وجود الإيراني في العراق. هذا من جهة. من جهة ثانية ترى الإيرانيين يخافون على مصالحهم، يقول لك إنه العقوبات الأمريكية على إيران راح يعني حتؤدي إلى عواقب ضخيمة على إيران وعلى بعض المناطق الدول التابعة إلى إيران. فهنا يعني هو من جوي إلى السفير الإيراني من جاء إلى الحكومة العراقية، ترى هو يعني أشبه بتهديد، يعني مو الا انه جاي يعني لسواد عين العراقيين، حتى اول شيء ياكد على انه استمراريه التعاون العراقي الايراني العراقي، خاصه ان المواد الغذائيه الصناعات الايرانيه للمواد الغذائيه وخاصه ورقه الكهرباء. ليش؟ لانه احنا نعتمد على الكهرباء، فقسم من الموارد الصناعيه نستوردها. فإن هنا وخاصة الحكومة العراقية
يقول اذا وافقت العفو اذا استمرت العقوبات والحكومه العراقيه ابدت استعدادها للوقوف الى امريكا حتى تلتزم بالعقوبات اللي مفروضه على ايران، هذا اشبه بتهديد. يقول لك احنا نهدد المصالح العراقيه، ليش اذا وقفت الحكومه الى جانب امريكا في فرض عقوبتها على العراق، العفو على ايران. فلهذا يشوف انه التنافس اللي موجود. بعدين احنا ايش علينا من العراق وايران وامريكا؟ احنا ليش ما نرسل سياستنا بايدينا؟ احنا ليش ما عندنا رجال اللي بيقومون بعمليه عقد المؤتمرات بالخارج؟ ليش ما احنا نتحد ككتله وطنيه واحده بكل اطيافه واختيار الشخص المناسب بعيد عن الاحزاب؟ لان الاحزاب ما جابت لنا الا الدمار في العراق. فلهذا اذا نريد احنا نعيش بسلام لازم نسوي لنا الاستقلاليه للشعب العراقي ولشخصيه العراقي وللعراق وسياده العراق. انا ليش اعتمد على امريكا؟ ليش ما اقول كلمتي لامريكا انه انت اوفي حدش مثل ما هسه تركيا شلون تواجه امريكا؟ في ليش؟ لانه تواجهها بقوتها وباسلحتها وبجيشها. احنا لا عندنا جيش كفو اللي يضرب امريكا ولا عندنا حشد كلهم. شو يوصل لامريكا؟ احنا يعني خلينا نكون واقعيين ام عبد الله، يعني هذا الامر يعني بعيد كل البعد عن الجيوش اللي موجوده في المنطقه، ان كان ايران ولا غير ايران. احنا عندنا شخصيه نعم. عربيه نعم. شخصيه العربيه بكل الدول العربيه، لان احنا كلنا منتهين بس بالفلوس وبالقمار وبالشغلات اللي ما تفيد الوطن العربي. لو احنا كلنا متكاتفين كوحده وحده عربيه كامله وكل الحكام الى جانب واحد الجانب الاخر لصرنا احنا اكبر قوه وتهابنا امريكا. ليش صدام كان يهابوه؟ ليش صدام كان يهابوه؟ وحتى ضرب اسرائيل، ليش؟ لان عنده قوه وثقه نفس. بس هسه احنا ترى فقدنا كل شيء، لا عندنا قوه ولا عندنا كرامه ولا عندنا قوه نفس ولا عندنا ثقه ندافع بها عن كرامتنا وعن سياده وطننا. ترى هذا يرجع الى الشعب العراقي. يا شعب اذا تريد المذله فاقبل بايران واقبل وتفرج على امريكا تشتغل علينا. وتحياتي. شكرا ام عبد الله من بغداد، كانت معنا رساله يقول فيها يعني نرجو من المرسل لجميع المرسلين اذا ما يقدر يذكر اسمه يذكر اللقب حتى يعني نذكره بالرساله. اخي يقول اخي زياره وزير خارجيه ايران محاوله منه ان يعلم العالم باننا موجودين ولا زال لنا نفوذ في العراق، وهذه محاوله يائسه يقول لا فائده منها وانما للاستهلاك الداخلي الايراني. واليوم 31 محافظه ايرانيه كما يقول تتظاهر ضد حكومه الملالي. رساله اخرى يقول السلام عليكم، لابد أن تنجلي هذه الأزمة، طال الزمان أو قصر سعد. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم أخي العزيز، حكومة إيران منتهية من الداخل، كل الشعوب منتفضة، هاي الزيارات ما تفيدهم بس رجال العراق مع الأسف ما يقروها هذا الموضوع، ما يقرون هذا الموضوع. أخوكم أبو جعفر من الأحوز، حياك الله. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا هلا بك. حضرتك استاذي فاضل وقناه الرافدين والكل الكادر. اهلا بك. استاذ عمر، يعني هو شيء جدا طبيعي وعادي. شنو يعني وزير خارجيه يزور محافظه من محافظات بلده؟ شنو يعني اللي صار؟ وهذا دليل على ان تشكيل الحكومه هو قرار نقول ايراني، لا اقصد مثل ما قال المجرم هادي العامري قرار عراقي بامتياز. يعني بعد كل زيارة يقوم بها أي مسؤول إيراني للعراق نشوف شلون الذيول يأخذوه بالأحضان، وأخيرها طبعا اللي شفناه من استقبال عمار اللاحكيم، تبليغ رسمي أستاذ عمر من ملالي إيران الكل ذيولهم بالعراق، ما مسموح لكم تقررون تشكيل الحكومة وعليكم أن تنتظرون أوامرنا. وطبعا الذيول من سابع المستحيلات يطلع واحد ويعارض ويقول لا، يبقى العراق تحت هيمنة إيران ما دام هذول الذيول المجرمين الخونة موجودين على سدة الحكم.
وهم يعرفون بأن هي إيران هي سبب دمار مو بس العراق طبعا، لكن دمار سوريا واليمن وزعزعة الاستقرار بالبحرين وبلبنان وغيرها. وهذا هذه العامري المجرم اللي يقول من يريد أي تدخل أجنبي بالعراق وهو مع الإمام. طيب برأيك يا هادي يا عامري، إيران شنو بالنسبة للعراق؟ يعني أستاذ عمر، الحكومة العراقية والبرلمان ومعممي السلطة من الشيعة ولعبتهم طبعا، عمايم السلطة من السنة كلها تحت أمر إيران. مثل البارحة عبد اللطيف هميم يقول أنه الدفاع عن إيران في موضوع العقوبات الاقتصادية واجب شرعي. طبعا أستاذ عمر طبعا، يعني قلتها وهسه قبل لحظة قلت لك إياها، معممي السلطة السنة بالعراق صاروا جانب إيران وباعوا مذهبهم وباعوا دينهم، وهم يعرفون بأن إيران هي اللي دمرت العراق، وكانوا قبل فترة أعتقد يعني قبل فترة هم اللي ينددون بتدخل إيران بالعراق، وهم اللي يقولون ما نريد أحد يتدخل بشؤون العراق. طيب هذا التدخل شنو رأيكم هسه بيه؟ هسه انتم حاطين ايديكم بايديهم وتروحون الايران وتبوسون ايد المرشد الاعلى مالهم الخامنئي، شنو يقول عليكم الشعب العراقي؟ ذيول، كلهم ذيول استاذ عمر، تابعين لهاي الدوله المجرمه اللي دمرت البلد وما خلت به شيء صالح نهائيا. يعني ما عندنا احنا دوله استاذ عمر، ما توجد دوله مستقله بالعراق. لا يعني هم بالاساس لا علم ولا فهم بالحكم، يعني تصور ما عندهم فهم بالاعراف الدبلوماسيه، وسوونا مضحكه للعالم. واعتقد شلون شافوا العالم، كل العالم شافوا من دار العاهل الاردني الملك عبد الله العراق قبل كم يوم شلون رفعوا العلم الفلسطيني بدل العلم الاردني. يعني اذا اعلام الدول العربيه ما تعرفوها، شلون راح تعرفون اعلام الدول الاجنبيه؟ يعني هم هذول استاذ عمر ريحتهم فاحت. نعم. وأيامهم قربت، وشوفوا شلون هذا الصغير جلال طلع قبل كم يوم ويهدد ويقول لا أمريكا ولا البعث يقدرون إنهاء حكم الإمامة بالعراق. طيب أنت سألت نفسك من جابك للحكم؟ ليش ما تكون صريح وتعترف بأنه لولا أمريكا وحلفائها ما كان تقدر تدخل العراق أنت ولا أي معمم آخر أو أي مجرم من المجرمين اللي هسه هم مسيدين السلطة بالعراق؟ يعني أقول حضروا نفسكم، أمريكا ما عندها لا صاحب ولا صديق، ونهايتكم قادمة وراح ترجعون مثل قبل لاجئين بدول العالم بعد ما يسترجع شعب العراق كل اللي سرقتوه من أموال الشعب، وما راح تفيدكم لا إيران ولا أمريكا. إيران اللي هسه هي تدعمكم تريد مصالحها، ومن تشوف مصالحها انتهت بالعراق راح تضربكم حشى الحضور، مع احتراماتي لحضرتك ولكل المشاهدين والمستمعين راح تضربكم بالأحذية وتطلعكم. وهاي القوات الأمريكية سدت تنتشر بكل العراق، وهذا دليل بأنه دوركم انتهى، ولا تظلون تهددون بالحشد والميليشيات، لا أنت يا صغير ولا غيرك، الكل مطرودين مطرودين لا محالة، نهايتكم قربت إن شاء الله، لأنه دمرتوا بلد كامل ودمرتوا شعب كامل، وما استفاد من عندكم الشعب كله غير بس أنتوا اللي استفاديتوا أنتوا عوائلكم والمجرمين اللي جايين وياكم، خليتوا الشعب تايه ما يعرف وين ينطي وجهه، لا كهرباء لا مي لا وظائف لا حصة تموينية لا رعاية طبية، كل شيء ما سويته بالبلد بس المهم تنهبون وتسرقون وتحولون الأموال للخارج، لكن إن شاء الله كلها ترجع للشعب العراقي وأنتوا ترجعون مذلولين مثل ما كنتوا قبل مذلولين، وإن شاء الله أيامكم قريبة. وشكرا أستاذ عمر. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا كان معنا. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال موضوع الحلقة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. رب يحفظك إن شاء الله. أخوي عمر، يعني هاي شوف البلد اللي صار بي، هاي لما فتحت الحدود لما صارت حرب طبت لنا أفاعي لا من عندنا ولا بينا، أفاعي دمرت البلد، سممت البلد، حتى كان وطني إنسان يحب البلد هذا دمموه أفكاره. وأنا هاي يعني أشوفها مؤامرة على العراق، يعني من زمان هاي أنا أتوقع يعني تحليل الأمور أمريكا تضحك علينا وعلى الكل يعني بصورة عامة. يعني هسه صح جو الجيش الأمريكي طبوا بالعراق، هم ما طلعوا يعني كلهم إنما فد نسبة، بس هسه طبوا صح يسوون. أنا التحليل هذا الشخصي راح يضربون، صح يضربون إيران، يضربون أماكن يعني ما بيها ناس. إيران راح تضربنا مرت اللوخ، يعني راح تضرب داخل. فهاي كلها خطة مؤامرة دنيئة مال الأمريكان وإيران، يعني كلهم متفقين علينا. نعم. فهاي يعني ندعو من الله يعني البشر يتعوا. هاي ترى لا يفيدوا لا الأمريكان ولا إيران ولا أي إنسان، ما حد يفعل غير بس بعضنا. إحنا كتلة واحدة. جو سمموا أفكارنا وسمموا أفكار الناس اللي ما عندها عقول. أنت بلدك هذا عشت فيه مئات السنين. يعني ما 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 غزر اللقمة، ما غزرت اللقمة، ما غزرت الخوة، العلاقات، النسب. فهي كلها مؤامرة على العراق. نعم. والله العظيم هاي مؤامرة، شو ما بدي أفكر بيها وأحسب الحساب هاي مؤامرة. يعني جو يعني دمروا العراق تدمير تام. هم قالوا العراق سوي العراق 6 ملايين أو 5 يعني يستهزون بحياة العراقيين. فكون على ثقة يا أخوان الطيبين اللي زادوا الملح، يعني غزر بعيونكم، دافعوا عن دينكم، دينكم أهم شيء، دينكم ثم بلدكم. ترى من غير ديننا إحنا كل شيء ما نسوى. فيا أخوان اتعظوا، ترى المؤامرة دنيئة وقدرة إلى أبعد مدى. فيا أخوان اللي 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 القشمار خلصها هذا البلد، هذا كانت خيراته وشربت مية وعشت فيه وناسبت وتناسبت ويا ناس وتعاشرت. لا تنسون أشياء أخوان، والله ترى ما حد ينفعنا أبد. تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله تنجون. والله هاي الكلمات هاي عند الدرن الدماغي، يعني هالكلمات هاي هي أراسمة. يا عراقيين إخواني، والله ترى مؤامرة دنيئة صايرة علينا، ما تفرق لا بين شيعي ولا بين سني ولا بين تركي كردي ولا تركماني ولا أي واحد. فيا إخوان الله يرضى عليكم إن شاء الله، ابتغوا رضا رب العالمين. ترى من غير رب العالمين ما نسوى. فاذكر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، والله تنجي. يا أخوان وأدعي لكم إن شاء الله يا رب يكون ونصف واحد كلنا أخوة، ولا تفرقنا دول الشرادم الجتبي اللي سموهم الأفاعي. هاي الأفاعي جتبي من إيران ومن أمريكا ومن بحر الدول. وأسأل الله يا رب الثبات على ديننا. آمين يا رب. أشكرك أبو حسن بدأت كلام معنا. الجوعاني يقول أيام ذيول إيران باتت معدودة، وطلب وزير خارجية أمريكا بحل الميليشيات هو التمهيد لضرب إيران، وحينما تضرب إيران ذيولهم يعرفون مصيرهم المحتوم. نعم. سعيد الأعذاري من النجف يقول ينبغي أن تكون التحليلات لا تنطلق من الحب والبغض. إذا سلمنا بأن الحكومة تابعة لإيران فهي لا تتبع رئيس الجمهورية ولا وزرائه كظريف، فظريف ليس لديه أي تأثير بل يتعامل دبلوماسيا. أما عبارات صفوين وفرس ومجوس فليس لها وجود في إيران. وأما المعممين بالحكومة فهم 10 برلمانيين و25 عضو مجالس محافظات وأقضية، فلا يصح القول حكومة المعممين. هذا رأيه، هو رأي سعيد. من أخوكم أبو محمد، حيي كل واحد يدافع عن العراق وعن شعب العراق المظلوم، ويقول ويدافع عن الشعب العراقي المظلوم. نعم. طبعا تصريح للنائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي حول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق، يعني أكد بأن الزيارة جاءت لإبراز العضلات وردا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أيام إلى العراق، وانتقد وقوف الحكومة كموقف المدافع عن إيران المعاقبة من قبل الولايات المتحدة. قال النائب رعد الدهلكي بأن الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد تعمل لأجل مصالحها فقط وليس لمصلحة المواطن العراقي. أضاف الدهلكي بأن عدم وجود
كتلة أكبر في البرلمان هو بمثابة فشل للعملية السياسية، فيما حمل عادل عبد المهدي المسؤولية الكاملة لإعادة معدات مصفى بيجي المنهوبة، في إشارة لما تكشف عنه بعد تنامي الصراع بين ميليشيا العصاب وبين تيار الحكمة، واتهام كل منهما الآخر بعمليات نهب وتهريب في البلاد وعلى رأسها مصفى بيجي. معنا اتصال أبو أيوب من هولندا، تفضل أبو أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا أنا أحييك أخ أمر وأحيي قناة الرافدين أجمع. حياك الله يا أهلا بك أخي. اليوم بالنسبة لهذا المجرم وزير الخارجية جواد ظريف اللي أتى إلى العراق، هم يعني ضحك على الذكون. أمريكا من هنا تقول أني وضع عقوبات، ومن هنا يجي وزير الداخلية، بمعنى هي صفقات أمريكا خارجية. وإيران متفقين نعم. الخارجية بمعنى هناك صفقات أخي، هذا البلد عبارة عن كنز، يعني أمريكا تأخذ منه وإيران المجوسية تأخذ منه، وإضافة إلى يعني الزيارة مع الوزير الخارجية الإيراني للالتقاء بالميليشيات والمعممين لإرضاء يعني ما تقول يعني على أسيادهم. نعم يرضون أسيادهم يعني بجيتهم هذه. فهو المغزى من هذا الموضوع أخي العزيز، يعني أنا أوجه نداء للشعب العراقي، والله يا أخوان، والله أخوان، إيران زادتكم إلى الهاوية، يعني هم عبارة فقط عن مصالحهم، ما يهمهم إن كان شيعي ولا سني. أنا ناشد إخواننا أهل الجنوب، والله العظيم والله العظيم راح تجي سن الشر عليهم إلى ظل هالشكل هذا الوضع، يعني يبدأ يعني القتل والسلب والنهب والخطف، والبلد يعني ماكو أي إعمار به، فقط ملتهين مصالحهم الشخصية وإيران المجوسية اللي نهبت البلد، يعني كلها واردات البلد، هذا البلد الخير والخيرات كلها تذهب إلى جيوب الميليشيات السراق، وهذا الشعب المسكين يعني ما يحلو. أهل الجنوب ما عندهم زراعة، ماكو ثروة حيوانية، ماكو يا أخي، إيش يريدون من هذا البلد؟ بنية تحتية ماكو، يعني يا أخي والله العظيم إحنا ناشد إخواننا المتواجدين غادي أهل الجنوب أن يقومون ثورة ضد هؤلاء الفاسدين السراق اللي تبعية الميليشيات. نعم يا أخي ما يتغير أي شيء والله العظيم إذا ما كان هناك قوة داخلية من العراق وشباب العراق الغيورين يطلعون ضد هاي الحكومة الفاسدة، لأن أموال الشعب انسرقت، يعني نعم. البلد إلى الهاوية يا أخ مصطفى، أخ عمر. نعم أنا أشكرك أبو أيوب من هولندا كلام معنا. نقرأ رسائل، والسابق أبو عارف من بابل يقول: زيارة ظريف إلى العراق لإعطاء الخطوط العريضة من أجل إكمال التشكيل الوزارية، ولإعطاء إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا شيء يتم في العراق بدون توجيهاتها أو أوامرنا، يقصد الإيرانية، وأن أي عمل تقوم به أمريكا ضد إيران ستكون خطوط المواجهة الحقيقية في العراق وليس إيران، كما أكد سابقا أكثر من مسؤول أو جنرال إيراني. رسالة أخرى، ننتظر بس تفتح الرسالة. يقول: لماذا لا تتحرك دول الخليج لمساعدة العراق للتخلص من النفوذ الأمريكي والإيراني وبناء شخصية عربية قوية؟ لماذا كل هذا؟ رسالة يقول: السلام عليكم. يقول علي مسار من تشاد: والله يؤلمني ويؤسفني عدم توحدنا، كنا في السابق متوحدين، لكن اليوم عندما خضع القادة لهؤلاء الذين لا توجد أي مصلحة وراءهم فقدنا الكلمة. الواجب على القادة أن يتوحدوا في كلمتهم أولا لكي يرجع العراق لعهده السابق. معنا رسالة يقول فيها: يقولون إيران دولة إسلامية، أوكي، وأنا أسأل كل إنسان شنو القدوة في الإسلام، القدم في الإسلام، أو ما أعرف، يعني نرجو كذلك توضيح في الإملاء، توضيح في الإملاء عند كتابة الرسائل، نعاني صراحة في قراءة الرسائل. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين،
تحدثنا فيها حول أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق، والتي تستمر لمدة 5 أيام، يزور فيها عدد من المحافظات منها بغداد والعاصمة بغداد وأربيل وكربلاء والنجف، ويلتقي مسؤولين ومستشارين وشخصيات في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.